السلام عليكم مشاهدينا، أهلا بكم في نشرة أخبار المساء من قناة حلب اليوم، والتي نبدأها بالعناوين. لأول مرة منذ 2011 وزير الخارجية الإماراتي يزور دمشق ويلتقي بمسؤولي النظام. قوات سوريا الديمقراطية تنفي أي حوار مع نظام الأسد يفضي إلى تسليم مناطقها له. والائتلاف الوطني السوري يلتقي بوفد من هيئة التنسيق الوطنية. أهلا بكم مجددا. في زيارة هي الأولى له منذ عام 2011، التقى وزير خارجية الإمارات عبد الله بن زايد برئيس النظام بشار الأسد في العاصمة دمشق، وناقش الطرفان العلاقات الاقتصادية بينهما، في حين شدد الوزير بن زايد على دعم بلاده للنظام وتأثير ما حصل في سوريا على كافة الدول العربية، وفق ما نقلت عنه وكالة أنباء النظام سانا. حول هذا الموضوع ينضم إلينا السيد حسام النجار، المحلل السياسي من بولندا. أهلا بك سيد حسام، كيف تصف هذا اللقاء بعد سنوات طويلة من غياب المسؤولين الإماراتيين عن دمشق؟ بداية تحياتي أستاذ أمير لك ولقناتكم العزيزة ولجميع المتابعين. بالطبع نحن نرى أن الحال المحرك الأساسي للعمليات التي تقوم الآن لإعادة النظام إلى الحاضن العربي هم الإمارات، وإذا لاحظنا أنهم قبل سنة تقريبا أو يزيد أن الإمارات قامت بتجديد سفارتها داخل دمشق، وبالتالي الغاية منها كانت فتح هذه السفارة، لكن أتت التعليمات الأمريكية بإيقاف هذه أو بمتابعة فتح السفارة بشكل كامل، لكن ما زال هناك العناصر المتعددة والعديدة التي تنتقل ما بين البلدين، وخاصة أن الإمارات تقوم بمساعدة النظام اقتصاديا من خلال الشحنات بداعي أن كسر قانون قيصر، وكذلك ما يتبعه من تأشيرات للسوريين للسفر إلى الإمارات وجميع الأمور. هذه أتت تتويجا للعلاقات المتعددة والمتزايدة ما بين النظام وما بين الإمارات، ونعلم كذلك أن الإمارات تحتوي رؤوس الأموال السورية بشكل كبير ابتداء من رامي مخلوف وصولا إلى بشار الأسد وبشرى الأسد وإلى آخره إلى آخره. إذن الإمارات هي الحاضن الأساسي للنظام ماليا واقتصاديا، وتحاول عودته إلى الصف العربي كما يقال أو إلى الحضن العربي. بشأن ما قلت أنه مساعدة اقتصادية إماراتية للنظام، برأيك إلى أي حد سيخدم هذا اللقاء نظام الأسد في الخروج من أزماته الاقتصادية؟ بالطبع لا تستطيع الإمارات لوحدها أن تخرج النظام، ذلك أن هناك قانون وهناك فقرات في هذا القانون فرضتها أمريكا، لكن أمريكا في المرحلة الأخيرة حاولت تخفيف هذه الفقرات وكذلك تخفيف هذه النقاط على النظام بدعوى أن ما يسمى بوباء كورونا وبأن الحالة الاقتصادية للشعب السوري أصبحت في أدنى حدودها، لكن نعلم أن هناك شحنات دائمة تصل من الإمارات، سواء كانت الشحنات الأدوية أو حتى الشحنات الغذائية من التصنيع داخل الإمارات في جبل علي تصل إلى النظام داخل سوريا محاولة فك هذا الحصار، لكن لا يمكن لأن النظام ينقصه الكثير، ونعلم أن ما يحتاجه النظام أضعاف مضاعفة مما ترسل له الإمارات من هذه الانفراجة الاقتصادية. أشكرك السيد حسام النجار المحلل السياسي، كنت معنا من بولندا. قال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو إن جميع القادة العسكريين الروس شاركوا بالعملية العسكرية في سوريا، ما أدى إلى تحصيلهم خبرة قتالية ورفع قدراتهم، في الوقت الذي تحدثت فيه الشبكة السورية لحقوق الإنسان عن آلاف القتلى والجرحى جراء التدخل الروسي في سوريا. التقرير التالي والتفاصيل.
كي ترفع قدرات قواتك العسكرية يجب أن تخوض بها حروباً، فالتدريبات ومحاكاة الحروب لا تكفي. هذا ما لخصه شويغو وزير الدفاع الروسي في حديثه الأخير لقناة روسيا واحد، وهذا ما خلف مآس كبرى عاشها السوريون بعد التدخل الروسي في بلادهم بحسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان. وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو قال لقناة روسيا واحد إن جميع القادة العسكريين الروس وعلى جميع المستويات من قادة الأفواج والألوية والفرق والجيوش ورؤساء الأركان وصولاً لأصغر القادة الميدانيين خاضوا العملية العسكرية في سوريا. الوزير قال أيضاً إن أكثر من 90% من الطيارين العسكريين الروس أصبح لديهم خبرة قتالية بفضل العمليات القتالية في سوريا، وبفعل هذه العمليات أصبح الجيش الروسي يتسم بروح قتالية عالية وتحول لجيش مختلف تماماً بحسب الوزير الروسي. هذا بما يتعلق بالكوادر العسكرية الروسية. أما فيما يتعلق بالعتاد والسلاح، فقد قال شويغو في حديث سابق أن روسيا جربت 316 نموذج سلاح روسي جديد في سوريا منذ تدخلها، كما أن موسكو تمكنت من فحص أسلحتها الجديدة واتخاذ خطوات في سبيل تطويرها بعد تدخلها هذا. في المقابل وعلى الصعيد الإنساني السوري، مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني ذكر في الذكرى السادسة للتدخل الروسي في سوريا أيلول الفائت: إن الشبكة وثقت مقتل 6920 مدنياً بينهم 2030 طفلاً و974 سيدة على يد القوات الروسية منذ تدخلها العسكري في سوريا، كما وثقت ما لا يقل عن 357 مجزرة ارتكبتها القوات الروسية منذ تدخلها العسكري، بالإضافة لمقتل 70 من الكوادر الطبية بينهم 12 سيدة. هذا ما خلفه التدخل الروسي على الصعيد الإنساني، ناهيك عن أثر سياسي كبير جعل القرار السياسي في سوريا مرتبط لحد كبير بما تريده موسكو ومصالحها في المنطقة. تتباين التصريحات من قسد حول مفاوضاتها مع النظام، فبعد أيام من الحديث عن تقارب واقتراب اتفاق بين الجانبين برعاية روسيا، نفى المتحدث باسم الإدارة الذاتية لقمان خليل وجود أي حوار مع النظام، مؤكدا أن قسد لن تسلم أيا من مناطقها له. مع تهديد تركيا ووعيدها بشن عملية عسكرية شمال شرق سوريا، تتباين تصريحات قسد بخصوص مفاوضاتها مع النظام. آخر تصريحات قسد جاءت على لسان المتحدث باسم الإدارة الذاتية لقمان خليل، والذي نفى وجود أي حوار في الوقت الحالي مع النظام في ظل الأنباء الأخيرة حول تسليم مناطق سيطرتها لقواته. أريد أن أنوه هنا بأنه لم ولن يتم تسليم أي منطقة من مناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا لقوات النظام. كل المناطق التي كانت تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية لا زالت ضمن سيطرتها وستبقى كذلك. في الوقت ذاته أكد لقمان خلال تصريحات لوكالة أنباء هوار المقربة من قسد أنهم منفتحون على الحوار مع كافة الأطراف وخاصة النظام بما يضمن الحفاظ على قسد على حد تعبيره. قبل تصريحات لقمان كان الرئيس المشترك لهيئة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية عبد الكريم عمر قد اتهم روسيا بعدم الجدية في الضغط على النظام لتفعيل الحوار، كاشفا أن الحوار مع النظام متوقف كليا لعدم جدية الأخير. الحقيقة ما في أي مفاوضات ولا في حوار بيننا وبين الحكومة السورية، لأن حقيقة النظام غير جدي وما زال يفكر بذهنية قبل 2011، وهو يعتقد بأنه عسكريا يمكن يسيطر على كل سوريا. لم تصدر أي تصريحات عن النظام أو الروس فيما يخص المفاوضات مع قسد، إلا أن موقع بس نيوز نقل عن مسؤول مقرب من قوات سوريا الديمقراطية أن الحوار مستمر برعاية الروس، لكن النظام يفرض شروطا تعجيزية في عدة ملفات
لعل أهمها ملف النفط والتعليم. وفي سياق متصل، عزز الجيش الوطني السوري من تواجده وتدريباته في منطقة نبع السلام شرقي الفرات في ضوء الاستعدادات العسكرية لعملية تركية مرتقبة. التقرير التالي والتفاصيل. يستمر الجيش الوطني السوري برفع جاهزيته وتكثيف التدريبات في مناطق التماس مع قوات سوريا الديمقراطية في رأس العين بريف الحسكة، بعد الحديث عن عملية عسكرية محتملة في ريف حلب وشرق الفرات. تدريبات عسكرية صاحبتها الكثير من الخطب السياسية والأهلية المؤيدة لبدء العملية. بسم الله الرحمن الرحيم، نحن الجبهة السورية للتحرير منطقة شرق الفرات. قمنا بإنهاء بالانتهاء من عدة معسكرات تدريب المقاتلين. استخدمنا في تدريبات الزخيرة الحية للمقاتلين وأقصى أنواع التدريب وأداد المقاتل بدنيا وعسكريا ليكون جاهز لتنفيذ أي مهمة قتالية. ونحن الآن في الجبهة السورية للتحرير منطقة شرق الفرات نعلن جاهزيتنا التامة لتنفيذ أي مهمة قتالية. أما على الجبهات الأخرى فقد تفقد قادة الجيش الوطني القطع العسكرية بهدف الإبقاء على الجاهزية بأعلى مستوى ومعالجة نقاط الضعف التي تنتج عن تسلل أو هجمات قوات النظام أو قوات سوريا الديمقراطية. الهدف من هذا التفقد هو البقاء على أهبة الاستعداد للمشاركة في أي عملية عسكرية محتملة على هذه الجبهات. نحن الآن في المنطقة الشرقية في إحدى مقرات غرفة القيادة الموحدة عزم، نتفقد المقاتلين وجاهزيتهم ونتفقد خطوط الرباط. لا شك أن هذه النقاط، نقاط الرباط الموجودة على تماس مع العدو قسد والنظام وحلفائهم في المنطقة، تتخللها بعض التوترات والتسللات. نسعى لسد أي خلل ممكن أن يكون موجود في نقاط الرباط. القوات موجودة بشكل دائم وجاهزة لتنفيذ أي عملية إن شاء الله نحرر فيها المزيد من أراضينا المحتلة لدى قسد والنظام وحلفائهم المجرمين. الجيش الوطني السوري مدفوعا بمطالب النازحين عن القرى التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية يزيد التكهنات حول بدء عملية عسكرية لاستعادة السيطرة على تلك القرى بهدف إعادة النازحين إلى منازلهم. معركة قد تكون قريبة، خاصة مع العمل على رفع الجاهزية والتأهب لأي عمل قادم. كشفت وكالة فارس الإيرانية عن زيارة لرئيس منظمة الحج الإيرانية علي رضا رشيديان إلى دمشق للتباحث حول استئناف الرحلات الدينية والسياحية من إيران إلى سوريا. وأشارت الوكالة إلى أن رشيديان بحث خلال الزيارة التمهيدات المطلوبة لاستئناف الرحلات وزيارة ضريحي السيدة زينب والسيدة رقية وفق الوكالة. نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. حلب اليوم تلتقي مع المسن مصطفى شعبان الذي بكى خلال مظاهرة عفرين. We'll be right back.
مرحبا بكم من جديد مشاهدينا في نشرة أخبار المساء تأتيكم من قناة حلب اليوم. يستضيف الائتلاف الوطني السوري في مقره في اسطنبول وفدا من هيئة التنسيق الوطنية المعارضة. الزيارة تأتي بهدف حل بعض الإشكاليات الإدارية المتعلقة بالتفاوض وللحصول على توافقات سياسية بين الجانبين بما يحمل أبعادا سياسية ومستقبلية، وفق تصريح عبد المجيد بركات عضو الهيئة السياسية في الائتلاف لموقع السوريا نت. تنضم إلينا الدكتورة مرح البقاعي مستشارة في السياسات الدولية من واشنطن. أهلا بك دكتورة. بداية، ما هي أبرز المحاور التي تضمنها اللقاء بين الائتلاف وهيئة التنسيق؟ مساء الخير لك ولجمهور حلب اليوم الكريم. بداية، أي تقارب يحدث بين الكتل السياسية السورية هو شيء جيد ومرحب به، وهيئة التنسيق هي مجموعة سياسية لها باع في العمل السياسي المنظم والعمل المعارض أيضا منذ زمن طويل، منذ يعني نشأت في دمشق منذ وقت ليس بالقصير. والتقارب من الائتلاف أو إيجاد حوار مشترك لإيجاد أرضية مشتركة حول بعض المواقع الخلافية التي حدثت ولا سيما. ما هي دكتورة نقاط الاتفاق بين الجانبين؟ طبعا الاتفاق هو الهدف الواحد لكل أطياف المعارضة، وهو الانتقال السياسي في سوريا إلى الدولة الديمقراطية المدنية التي نريدها جميعا. كان هناك بعض النقاط الخلافية تتعلق بهيئة التفاوض تحديدا، ونحن نعرف أن هيئة التفاوض يعني تتشكل من مجموعة قوى سياسية إضافة إلى المستقلين، منها هيئة التنسيق من جهة والائتلاف من جهة أخرى إلى جانب كتل أخرى يعني. لكن هناك إشكالات تنظيمية فعلا في هيئة التفاوض تتعلق بالطرفين. نتمنى أن هذه الزيارة ستقوم يعني إيجاد حلول لهذه النقاط الخلافية. نعم، شكرا لك الدكتورة مرح البقاعي مستشارة في السياسات الدولية، كنت معنا من واشنطن. شكرا لكم. تلقى نصف اللاجئين السوريين داخل المخيمات في الأردن اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد بحسب الناطق باسم مفوضية اللاجئين في الأردن. وأضاف الناطق محمد الحواري في تصريحات نقلتها قناة المملكة أن المفوضية افتتحت محطة متنقلة في مركز التسجيل التابع لها في العاصمة عمان، مكنت اللاجئين غير الملقحين من التسجيل والحصول على اللقاح بسهولة. بعد تزايد أعداد مصابي فيروس كورونا في الشمال المحرر، مبادرة مجانية لتعبئة أسطوانات غاز الأكسجين للنازحين والمدنيين المصابين بمرض كورونا في قرية كفرة شمال حلب. تأثر القطاع الصحي بشكل كبير بالقيود التي فرضت على المساعدات الطبية المقدمة للمناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة في الشمال السوري، خاصة مع الزيادة في عدد الإصابات بفيروس كورونا. أحد الحلول المحلية للوقوف في وجه انتشار كورونا جاءت عبر مبادرة أطلقها الصناعي عبد الرحمن قندوسة بهدف توفير الأكسجين بشكل مجاني للمحتاجين في الشمال السوري. المشافي بشكل عام يعني صار أزمة كبيرة على المشافي، وللأسف المشافي يعني ما بقى تستقبل مرضى، ما ظل في مكان لاستقبال المرضى بالمشافي، وللأسف يعني المرض كورونا تفشى في هذه المنطقة بشكل عام بالمحرر. الحمد لله نحن أطلقنا هذه المبادرة يعني من أجل الناس، بتعرف الوضع أهلنا في المخيمات والناس البسطاء ما في إمكانيات عند الناس. الحمد لله نحن أطلقنا هذه المبادرة، إن شاء الله الأكسجين مجانا لكافة الناس بس بشرط تأمين أسطوانة الأكسجين بسبب النقص في أسطوانة الأكسجين في المحرر. وتستقبل المؤسسة يوميا العشرات من أجل تعبئة أسطوانة الأكسجين بعد تراجع الخدمات الصحية المقدمة من قبل المشافي والمراكز هناك نتيجة ضعف التمويل وحرمان المشافي من المساعدات الطبية، كما أن مجانية المبادرة
تعد أمرا مساعدا للمرضى في منطقة تشهد ارتفاعا في أسعار الأدوية والمستلزمات الطبية. جيت لهون لشركة قندوسة للأكسجين مشان أخذ جرعة أكسجين لمريضة هي بتصير أختي. الحمد لله تعاونوا معنا الشباب بشكل جيد وأملونا الأكسجين بغير مقابل مادي، بس لكن منعاني هن في الشركة من نقص جرر الأكسجين. نتمنى من الجهات المسؤولة تأمن أكبر جرر أكسجين للمنطقة لنتفادى هذا الوباء. ويشهد الشمال السوري أزمة في توفير مادة الأكسجين في ظل انتشار فيروس كورونا بشكل واسع، مع تراجع الخدمات الصحية وصعوبة إيصال المساعدات الطبية للداخل السوري. قال وزير الداخلية في حكومة النظام محمد الرحمون إن حكومته تخطط لإنجاز مشروع جواز السفر الإلكتروني في عام 2022. وأضاف الوزير في تصريحات نقلتها صفحة الوزارة على فيسبوك أن العمل يجري حاليا على مشروع الربط مع منظومة الدفع الإلكتروني والتوقيع الرقمي لاستبدال التوقيع التقليدي للعاملين بالشؤون المدنية منعا للتزوير. قرر وزير التربية في حكومة النظام دارم طباع تكليف لجنة تشرف على تأليف مصدر تعليمي حول الحرب على سوريا من أجل توثيق ما جرى في سوريا خلال سنوات الحرب. وأضاف أن اللجنة ستدعم دراسة الطلاب وتمكنهم من الحصول على المعلومات التي يريدونها من مصدر موثق يحمل قيما تربوية وإنسانية حسب تعبيره. واعتبرت شبكة شام أن هدف النظام من هذه الخطوة بث روايته المضللة وترسيخ المعلومات الكاذبة في أذهان الأطفال. بعد أن تأثرت مشاعر آلاف السوريين على منصات التواصل الاجتماعي بدموع مصطفى شعبان أبو رأفت التي ذرفها على أنغام أغنية جنة يا وطننا في إحدى المظاهرات بمدينة عفرين، مراسل حلب اليوم التقى العم شعبان وأعد هذه المادة. مصطفى شعيب شعبان من مدينة سراقب محافظة إدلب، مهجر لمدينة عفرين. من كام يوم أولت امبارح قالوا في مظاهرة، طلعنا عليها وقفنا هيك، يعني كل هالمظاهرة ما بيشكل 60-70 بني آدم، علما بأنه يوم اللي كنا نطلع في سراقب بالعشرات الآلاف والخطر مداهمنا من حوالينا من ثلاث محاور، وفوز ليك شغيل والشباب تطلع بكل حماس وكانوا طالع بعرس وطبل بزمر ورقص ودبك، ومنهم يستشهد احيانا بالمظاهره يروحوا على المدفني اذا لحقوا يدفنوا الشهداء ويرجعوا يكملوا المظاهره ومبسوطه العالم. طلعت هون يا رجل بعفرين ما كل هالمظاهره ما تطلع 50-60 واحد، حزت بنفسي هالشغله، دقنا الحماس نزلنا، ولما شاب من هالشباب عطاني العلم شعرت حالي ماسك سوريا كلها بيدي، ضيم ما بحطنا سوريا، فوقت مالك نفسي اجباري غصب عني نزلت معي. نتمنى من الشعب اللي مرتاح واللي لا في خطر ولا في شيء عليه انه يشارك بهالحراكات الثوري، لكن نحن طلعنا مشان الحريه ومشان نسيتوا البلد، نسيتوا الشهداء، نسيتوا المساجين، نسيتوا المعتقلات، نسينا المعتقلين، نسينا أراضينا، نسينا رزقنا، يعني نسينا هالشيء. حزت في نفسي هالشغلي وجانا ما بقى حسنت مالك نفسي يا أخي، والله ما بقى حسنت مالك نفسي، كينا غصب عنا شيء ببكي، لأنه ببكي الحجر، لا ما عم ببكي فرح ولا بسط، عم ببكي ألم. وفي مثل بيقول عنا العصفور يرقص مزبوحا من الألم، وأنا من ألمي بكي، ودا عبدبك من ألمي وعبرقص من ألمي، ما عبرقص فرح وبسط، أو هذا اللي صار يا عين عمي. بهذا نكون قد وصلنا وإياكم مشاهدينا إلى ختام هذه النشرة التي قدمناها لكم من قناة حلب اليوم. لمزيد من الأخبار يمكنكم متابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي وكذلك على موقعنا الإلكتروني halabtodaytv.net. إلى اللقاء.